بعد 7 أكتوبر ازدادت الاقتحامات لبلدة بيت أمر، ازداد الاعتداء من قبل الجيش والمستوطنين على المزارعين، هناك شهداء كان في بلدة بيت أمر، هناك أسرى، هناك جرحى. إذا الوضع يعني حالنا حال المجاهدين في فلسطين، في جنين، في غزة هاشم، غزة الرمال، ونحن وأيضا حالنا حال أهل لبنان والمقاومة في لبنان، وكل التحية إلى المقاومة وإلى محور المقاومة الذي يجاهد مع الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب. بلدة بيت أمر أيضا اليوم في كنتون، لأن أبناؤها ظلوا مستمرين في الجهاد، ظلوا مستمرين في النضال رغم الاعتقالات، رغم الشهادة، رغم الأسر، ولكن النضال مستمر في هذه البلدة، وهي مؤيدة للمقاومة ومحور المقاومة سواء في لبنان أو في غزة أو في اليمن أو في العراق. فكلنا يش مشروع شهادة على هذه الأرض حتى نيل الحرية ودحر الاحتلال عن فلسطين، كل فلسطين.